ايمن شخصيه لطيفه، بحب كيف بالباك جراوند دائما بيكون واقف وبيعطيها هيك. عجبني هذا الاشي، بيذكرني بجيرالت اوف ريفيا بويتشر. اهلا وسهلا فيكم براز ريفيوز. اليوم رح احكي عن الحلقه التاسعه من هاوس اوف ذا دراجون. كالعاده قبل ما ابدا بحب اعطيكم سبويلر وورنينج، انا رح احرق احداث هاي الحلقه، فاذا لسه ما حضرتوها احضروها وبعدين ارجعوا هون. حلقه هذا الاسبوع كانت حلقه انا عم بترقبها، لانه دائما الحلقه التاسعه بمواسم جيم اوف ثرونز كانت تكون كبيره، فيها احداث ضخمه، فيها مفاجات كبيره، فكنت كثير متحمسه اشوف شو رح يصير بهاي الحلقه، مع اني عارفه الاحداث من الكتب، بس كنت متحمسه اشوف كيف حيورجونا اللي حيصير. وبحلقة The Green Council أنا شوي تخيب ظني، ما بعرف شو انطباع الناس اللي مش قارين الكتب للأحداث اللي صارت، يمكن حسوا بالتنشن، يمكن تفاجئوا من أشياء صارت، بس بالنسبة لي الطريقة اللي انعرضت الأحداث هاي فيها بالكتاب أو حتى الطريقة اللي تخيلت انهم حيورجونا إياها كانت أحلى من النتيجة اللي طلعت لنا. يمكن أنا عندي expectations، بس أنا مش يعني book Nazi، في كتير أشياء تغيرت من الكتب حكيت عنها بالحلقات اللي قبل. بالنسبة لي حبيتها، حسيت في إضافات حلوة، تغييرات حلوة، بس ما كتير زبطت معي الحلقة وشوي حتخيب ظني فيها. أحداث الحلقة بتدور على طول بعد ما فيسيرس أعطاكم عمره ومات، وردة فعل أليسنت والكونسل حوالين اللي صار الأسبوع الماضي لما هي فهمت غلط على موضوع البروفيسي على برنس إيغون وفكرت إنه بيحكي عن ابنها. كنت متوقعة أو حابة إنه هذا الإشي يكون إشي جواتها، يعني بيعطيها شوية justification للأشياء اللي ممكن تعملها لقدام، تحس حالها إنه هي صح، بس ما كنت متوقعة إنها تاخد كلامه حرفي لهالدرجة ويقلب الموضوع إنه خلص الزلمة غير رأيه بآخر 10 ثواني هو بيبي. ما بعرف، الموضوع بالنسبة لي مش منطقي، وحسيته غطى أو طغى على الإشي الأهم اللي صار هون، اللي هو The Green Council، اللي هو عبارة عن أعضاء الكينجز كونسل اللي كانوا بدهم إيغون يصير ملك وبدهم مش رينيرا. والفكرة من الموضوع إن لهم سنين عم بيخططوا لهاي اللحظة، بيستنوا إنه الملك يموت عشان يقلبوا الأمور ويعملوا ملك على طول بدون ما رينيرا تعرف. كتير أمور انعملت وتخطط لها وراء الكواليس علشان هاي اللحظة تصير، وأنا ما حسيت إنه هذا الإشي توضح 100%. يعني حسيت مرقنا عنه بسرعة وركزنا على موضوع إن هي بتقول إنه الملك قال لي والملك قال لي. طب يعني شوية منطق، الزلمة صار له 20 سنة بيقول رينيرا هي الملكة، رينيرا هي الوريثة الشرعية تاعتي، إلخ إلخ إلخ، وهو قاعد بيهذي ويلا كلامه مفهوم وعم بيشرب ميلك أوف ذا بوبي وحالته حالة وعينه رايحة، هلا أخذت كلامه هي حرفيا؟ هذا الشيء مش منطقي وما صار obviously بالكتاب، ومش منطقي هون، ما عجبني من مرة، وحسيت أخذنا لإشي هيك زي المسلسل الكوميدي اللي واحد بيحكي مع واحد عجوز بالمسلسلات الكوميدية وبفهمش عليه وبصير في مس أندرستاندينج بيأدي لأشياء فكاهية. صار ما بحضر كوميدي، أنا عم بحضر هاوس أوف ذا دراجون، أنا عم بحضر جيم أوف ثرونز، بحضر إشي جدي، ما بدي كل الموضوع لأيام تقوم علشان حدا فكر إنه حدا حكى له إشي. تسلسل الأحداث اللي صار بعد ما مات الملك كتير حلوة، كيف إنهم جمعوا كل اللوردز والليديز اللي كانوا معطين الولاء أو حالفين ولاء لرينيرا، جمعوهم بغرفة العرش وقالوا لهم مين مع رينيرا ومين لا، عطول يلا ركض بسرعة، كيف سكروا الأبواب، كيف حبسوا الخدم، كيف أخذوه بسرعة، وكانت الخطة إنهم بس يعطوه التاج أو يتوجوه بطريقة كتير علنية وبسرعة علشان الناس تشوفه صار ملك وخلص تبلش الناس تتقبلوا ملك وتعتنقوا وتصير عندها ولاء إله. عشان هيك حتى ودوهم على The Dragon's Pit، ما شرحوا لنا هذا الإشي من مرة، إنه جزء من الخطة تبعت أوتو هاي تاور والجرين كونسل إنهم يتوجوه بمكان علني، مكان ممكن يتحش كم هائل من الناس قد ما بيقدروا يجيبوا عيون. كل هالحكي تشلفق بسرعة هيك فجأة لقينا حالنا بدراجن بيت، ما شرحوا ليش شمعنا دراجن بيت لأنها بتحتوي عدد كبير، وكيف حتى الجنود كانوا عم بيدفشوا الناس غصب عنهم، بدنا ندخل قد ما بنقدر ناس بده وما بده، عاجبه مش عاجبه امشي خش على دراجن بيت وتفرج على كينج إيغون، وعملوا هيك سيرموني واحتفال. هذا الحكي ما صاروا بيوم وليلة، هذا الحكي كان مخطط له ومدبر له، ما حسيت هذا الاشي بتوضح منيح عشان نحس بهذا البلوت، بهاي الحبكة اللي كانت عم تنعمل من ورا ظهر رينيرا، من ورا ظهر فيسيريس، وحتى بالمسلسل انه من ورا أليسنت. يعني بالكتاب أليسنت كان لها دخل الموضوع، بس اوكي ماشي ما كان لها دخل الموضوع، بدنا نعملها شوي محببة اكتر للجمهور، فاين خلص اقتنعت انه الزلمة غمض عين فتح عين فجأة غير رأيه بعد 20 سنة. والمشكلة انه مثلا ما قالها مثلا حرفيا، ما طلع في وجهها وقالها اسمعي يا بنت يا أليسنت يا بنت الحلال انا غيرت رأيي، كل اللي كنت بحكيه لـ20 سنة باطل، انا بدي بنتي، روحي جيبي حدا ميستر وجيبي لي ورقة عشان سكرول اكتب عليها
احنا شفنا بجيم اوف ثرونز لما كينج روبرت كان عم بيموت وبده نيد ستارك يكون بروتكتور اوف ذا ريلم، كيف جاب ورقه وخلاه يكتب ووقع وحط شواهد عشان يتاكد من الموضوع وبرضه ما زبطت. فكيف هيك كلمه واحده بنص الليل قال كان عم بهذي وقالها؟ يعني مش منطقي انه هذا الحكي يمشي. وبعرف انه هم مش هو السبب انه ايجون صار الملك، السبب انهم كانوا حواليها الجرين كونسل كان عم بيخططوا، بس بما انه هذا هو السبب وبما انه سوء التفاهم اللي صار بينها وبينه في نص الليل مش مهم، اذا ليه ركزنا عليه؟ ليه ما ركزنا على هذا المخطط؟ ليه ما كشفنا؟ كنت حابه اشوف المخطط هذا بينكشف بطريقه اقوى شوي، نقضي وقت واحنا عم نشوف الخطه عم تمشي تك تك تك، كيف كل شيء مرتب، كل شيء جاهز. في لعبات سياسيه حلوه صارت بهذا الجرين كونسل، عندنا بيزبيري اللي هو كان عنده ولاء لفيسيريس اللي وقف ورفض، هذا هو الماستر اوف كوين، وطبعا تايلاند لانستر اللي ما ركزوا عليه بده يخلص منه عشان يصير هو ماستر اوف كوين، لانسترز بحبوا المصاري، هذا الحكي اتشلفة ما نحكى عنه. مثلا حتى لما تايلاند لانستر كان عم بيشرح انه احنا صلنا زمان عمالنا بنخطط لهذا الموضوع، وأليسنت حتى هي انصدمت لما كان عم بيحكي الكلام، حتى الكاميرا مش عليه، الكاميرا محل تاني، مش مركزين احنا هذا الموضوع اللي صار. ما بعرف التجربة كيف لحدا مش قاري الكتاب، بس حسيت انه ممكن يحس بارتباك، يحس حاله كونفيوز. حتى انا اللي قاري الكتب برضه لقيت شوية ارتباك، وحسيت كتير اشياء صارت وانا هيك انه ليش؟ يعني مثلا وين طلعوا لي بموضوع لارس والفوت فتش والرجلين تبعت الكوين والحكي هذا كلياته؟ ليش؟ موضوع انه ايجون هارب وبيدوروا عليه ومش لاقينه، وراحوا الاخين يدوروا عليه وبنفس الوقت راح سير كريستين وايموند يدوروا عليه، وليش اخذته ميسيريا اللي هي اكتشفنا انها الوايت وورم او يعني الماستر اوف ويسبرز او اللي عندها الاسرار، اخذته وخبته تحت ضريح جوا الشراين ليش؟ ولما قابلت اوتو هاي تاور هذا هو شرطها الوحيد، سكر لي الفايتنج بيتس تبعت الاطفال. طب انا مش فارقه معي هاي القصه لانها تعرفت عليها بال40 ثانيه، يعني مش هاي مشكله كانت موجوده طول الوقت بالمسلسل وما يصير هدفها المهم بالحياه انها توقف هذا الاشي. ليش كونفيوزنج؟ كركبه كركبه، حسيت في كركبه، ما حسيت بالسسبنس بالاحداث بتصير هيك تك 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 لملكة. وحتى اشي عمل لي question mark قد الدنيا هو نهاية الحلقة، اللي هو ليش رينيز لما طلعت على التنين تبعها باللحظة الرهيبة اللي صارت وكانت واقفة هي وقدامها كل الهاي تاورز تيم جرين هي في خلقتها، ليش ما حرقتهم؟ ما بعرف، يعني في تلميحات انه مثلا لانها شافت أليسنت يمكن عم تحمي ابنها، حست انها ام من ام لام، بس برضو شو الرحمة هاي اللي هي اصلا لما طلعت بالارض بالتنين قتلت يمكن اكم من 100 واحد تحتيها بدراجون بيت، هلا صار عندها رحمة على هاي؟ ليش؟ كانت ممكن تنهي الموضوع بهذيك اللحظة، هيها قدامك الحل موجود، كانت تقدر توفر علينا مسلسل وتوفر على ويستروس حرب أليمة ونزاع طويل ما له أول وما له آخر، وكانت وفرت على اتش بي او مئات الملايين من الدولارات وانتهى الموضوع اليوم. أكيد طبعا أنا ما بدي أحرقهم بهذيك اللحظة وينتهي الموضوع وأروح أنام، بدي مسلسل، بدي مواسم، بس ما تعطوني هذا الأوبشن، ما تخلوه قدامي بعدين ما تعملوا علشان ككتاب ما بدها ننهي القصة. هذا الاشي بحسه فورست، مش اشي صاير ناتشرلي، مش اشي صاير طبيعي من القصة نفسها، من احداث القصة بتكون مش منطقية اصلا، هاي اللحظة كلها مش موجودة بالكتاب، ما بتطلع في نص التتويج ولا هتحكي كلها تبصير، فليش تعملوا؟ ليش تحطوا هذا الاوبشن قدامنا؟ وكرر ليش؟ انا بعترف انه انا يمكن عندي توقعات مسبقه لاني قريت الكتاب ومتخيله ومتصور الموضوع براسي بطريقه معينه، بس انا لهاي اللحظه لعند هاي الحلقه بالرغم عن حلقه العرس تبع رينيرا اللي ما حبيتها، كل المسلسل عاجبني ومستمتعه فيه كثير، والموسم الاول حسيته حلو كثير، وحتى كقصه وكسيناريو وكتمثيل وكشخصيات فيه لحظات كثير حلوه، الحلقه الماضيه يمكن بالنسبه لي احلى حلقه صارت لهلا، ويمكن في ناس ما يحسوا بهالشيء حسيت فيه هذا الاسبوع، يمكن في ناس يستمتعوا بهي الحلقه، وانا ما بدي اخرب عليكم، يعني اذا حبيتوا الحلقه واستمتعتوا فيها وتفاجئتوا هيجو صار ملك اوكي ما ممتاز، انا مبسوطه لكم، بس بالنسبه لي ما حسيت انه الاكسكيوشن تبع هاي الاحداث كثير مهمه انعمل بطريقه انا حبيتها، وهذا يعني انه الحلقه بشعه او سيئه جدا، لا في اشياء صارت حلوه وفي اشياء عجبتني، مثلا رقم واحد الموسيقى بهاي الحلقه بتجنن، ما اظنش انه انا سمعت هذا الساوند تراك قبل، ولو سمعته ما ظهر زي ما ظهر بحلقه اليوم، رامين جوادي شغال موسيقى كالعاده من جيم اوف ثرونز وهاوس اوف ذا دراجون، موسيقى جميله جدا حبيت هيك، ذكرتني لما سيرسي فجرت السبت اوف بيلر، يعني نوع الموسيقى هيك والتنشن
كان موجود كان حلو بطريقة حلوة. أليسنت والممثلة اللي عملت دورها لعبت شغل حلو كتير بهاي الحلقة. ردت فعلها لموت الملك فعلا كانت مقهورة وكانت حزينة ومصدومة، وكيف انصدمت من أبوها لما اكتشفت إنه قاعد بخطط من وراها طول الوقت. الأحداث اللي صارت مع رينيس The Queen That Never Was كانت حلوة وكانت intense بالنسبة لي أكتر إشي، لما كيف كانت محبوسة ومش عادة تطلع، وبعدين لما هربها الأخ كيف علقت بين الناس ودخلت على دراجون بيت وبتسامتها لما شافت دراجون بيت عشان تاخد التنين تبعها، كتير كانت حلوة. واللحظة اللي طلعت فيها من تحت الأرض طبعا كانت قوية جدا، وحتى ايجون لما نحط له التاج وعطوه حتى التاج تبع ايجون The Conqueror مش التاج تبع فيسيرس الذهبي، انه لحظة عشان يذكروهم بايجون The Conqueror والأسطورة تاعته، هاي كانت تتشات حلوة كتير. وطبعا لما طلعت هي بالتنين وشفنا رينيس كيف تركب التنين وهي شي دراجون رايدر وحسيناها فيها هيك شوية ملوكية فعلا The Queen That Never Was، كانت لحظة حلوة كتير. وعجبتني لانه بالحلقة قبل قالت لها انه لما تقرري شو بدك تعملي رني الجرس او احكي لي لما ترني الجرس، وفعلا بهديك اللحظة جوال دراجون بيت رن الجرس، كانوا عم برنوا الجراس للملك ايجون وطلعت هي من تحت الارض بالتنين، كانت لحظه كتير حلوه. حبيت كمان كيف الاخين التوام اريك واريك اسمائهم نفس الشيء الله بيعين، كيف انهم واحد منهم كان خلص لازم ايجون نحطه هذا واجبنا، والثاني عم بقول له شايفه مان هذا شخص مش كويس لازم احنا يعني مش لازم احنا نساعده نحطه على العرش. حبيت هذا هاي الكونفليكت اللي صار والنزاع اللي صار بين هدول الاخين وكيف انفصلوا، واحد ضل وحيضلوا موجود مع تيم جرين يعني، والتاني شكله راح يروح يصير مع رينيرا. فحلو هاي نشوف نزاع بين أخين توأم يعني وجهين لنفس العملة، يعطونا رمزية للنزاع لقدام كيف الدولة كلياتها وستروس راح تقلب وجهين ناس ضد بعض، أخ ضد أخوه، ولاد عم ضد ولاد عم، عيلة ضد عيلة، وجيوش ضد جيوش، وطبعا مواطنين ضد مواطنين. حلو طبعا المشهد لما شفنا الدراجون بيت من برا اللي طبعا احنا نعرف انها كانت رمز للقوة تبعت التارجيريانز اللي فيها التنانين، وبهاي اللحظة لما هي طلعت تحت الأرض بلشت التشققات، بلش يتكسر هذا المكان، وطبعا ورجونا ناس بيموتوا تحت رجليها حتى المواطنين، كيف انه نهاية التارجيريانز فيها حيكون ضحايا. وشفنا لقدام كيف هذا المكان لما التارجيريانز خسروا التنانين هذا المحل كان مدمر كان روينز، وشفناه لما اجت دينيريس تارجيريان بجيم اوف ثرونز وقابلت سيرسي اجوا شافوا بعض بدراجون بيت كان زي الاثار هيك مدمر. فحلو كيف شفناه مدمر بجيم اوف ثرونز وهلا شفناه هيك بكامل قوته، وشفنا اول مره بياكل اول ضربه واجت من رينيز واجت من اللحظه اللي صار فيها تدويج ايجون وبدايه دانس اوف ذا دراجونز. بالنهايه خلصت الحلقه قلبت الموازين، وطبعا رينيز هلا حتطير تروح لعند الأخت رينيرا ودايمن اللي ما بيعرف أصلاً إنه الملك ميت ولا واصلهم الخبر أظن، وطبعاً هذا الإشي رح يعمل أشياء كتير مهمة لازم نشوفها الأسبوع الجاي. أنا لساتني متحمسة معنا الحلقة، حسيت يمكن من أضعف الحلقات بالنسبة إلي، أنا ما استمتعت فيها قد ما كنت حابة، وطبعاً اشتقت كتير لرينيرا ودايمن إنهم مش موجودين، يمكن في كتير ناس حسوا بهذا الإشي، مع إنه من ناحية حبيت إنهم مش موجودين عشان نحس بعدم وجودهم قديش صار توابع لهذا الموضوع، وليش رينيرا كانت ما بدها تكون بعيده وما ما كانت تكون بدراجون ستون ببدايه الموسم، لان كانت تحس انه هدول الناس خبيثين رح يعملوا إشي. بس بنفس الوقت لما كانت مش موجوده حلو نشوف الموضوع من وجهه نظرهم، بس يا ريت التطبيق كان احلى من هيك. بس طبعا لساتني متحمسه ولساتني اشوف بدايه دانس اوف ذا دراجونز شو حيصير لقدام وشو حتكون رده فعل التيم بلاك الفريق الاسود على الجهه الثانيه بدراجون ستون. بالكومنت سكشن احكوا لي شو رايكم بهالحلقه، هل توافقوني رأيي، وإن انتو عجبتكم احكوا لي شو رأيكم، وما تنسوا تعملوا سبويلر تاج لأي شيء انتو شايفينه من الكتاب، وطبعا اعملوا لي لايك شير سبسكرايب، وبشوفكم الأسبوع الجاي. باي.